اللي مات في البير اخر امل في انك تنضف. اصعب احساس اللي بالنسبه له تاني اصعب احساس تحت قلبها بينا وما مش محتاجينا في المدينه. ابن الخطاب كان رايح يقتل الرسول اسلم فرق بجد مش بتاع عمرو تامر. ده اصعب احساس اللي بالنسبه له تاني اصعب احساس سهل مفيش ألم من طرف اللي حسه ما بيتقص. هتاخد نبزة لما المنوم اخره معاك تتاوب بس مش انا اللي حوت نشي تيكاوي وتنتبه له. الاوردر وصل متأخر فاعذريني مش هستلمه. دي مش سلمى الجزء التالت كل ريشة ولونها اسم اقوى فكرة اسمك هي في مستوى جمهور من الواقع للموناليزا مشهدين في الفيلم بأي منطق احتليته حوالي تلتم مساحة التتر. اللي مات في البير اخر امل في انك تنضفي مفيش حاجة من ريحتك هترد لي نور عين انطفت تقلبها بينا هما مش محتاجيننا في المدينة. هنموت فين غير على طريق الهربانين من الحقيقة. مش بس هما ضدي لا دول هما والظروف ادي الغار وادي الكفار مفيش امل يجي عنكبوت. مش هبذل جهد في الحفاظ عليك انتي اطلاقا علاقتي بيكي بتقف في معاد انتهاء الباقة. مش بفاجئك في النهاية بكون المجزف شنك اقيم من اعلى رواية بس اليونيفورم ترنك. الفقر فقر القيمة وانتو اغنى ناس بالفقر. كفى الميديا شرف النجلة والحصان وحلمي بكر رغم كونهم حاولوا يهدموني وكوني كنت سايبهم لصعوبة انكار معجزة تعباني بلع تعبينهم. مش بيحبوا اللي بقدمه دول بيحبوا اللي بيكذبوا. مش هيعمل لي ألبوم صدر دينا بيكسبه. المايل انا مش هعدلها لا مش هتساعدون عدلها. لو نوح دلوقتي بنى السفينة مفيش طوفان هيشيلها. انطقي بدل ما انتي ساكتة ليه بعجز بدري بشيل ضرب اللي جري وليه ما تسيبيني اجري. معقولة صدفة انها بالمعنيين دول بالذات يا تبقى باقي الجملة يا تبقى رد على السؤال. الفضل العقلي مش لعقلك ياللي كتبت الكلمة. فهمت من الخيميائي حاجات باولو كويلو مش فاهمها لطريق الصح بهدي ومهدي رغم بداية الفاصدة. ابن الخطاب كان رايح يقتل الرسول اسلم.